ميديكال تيرمز اللي هنستخدمها واحنا بندرس كارديو فاسكولار سيستم. كارديو فاسكولار سيستم ده معناه ايه؟ معناه الجهاز القلب الوعائي. انا دلوقتي عايز ايه؟ اشوف الهارت، البامب ده، القلب ده بالاوعيه الدمويه، ده هيطلق عليه في الطب الكارديو فاسكولار سيستم. طيب عايزين نعرف هو الكارديو فاسكولار سيستم ده هل ليه اسماء تانية او ممكن نسميه يكون ليه اسم تاني غير ان هو جهاز القلب الوعائي، ويكون اسمه جهاز الدوران اللي هو السيركيولاتوري سيستم. انا عندي القلب والاوعيه الدمويه دول ممكن نقول عليهم الكارديو فاسكولار سيستم او نسميهم السيركيولاتوري سيستم. طب هو عباره عن ايه بقى السيستم ده؟ ده عباره عن ماسكولار بامب، مضخه عباره عن عضله ماسكولار بامب ومتصله بالايه؟ بالبلاد فيزلز اللي هي الاوعيه الدمويه، اللي هي هتبقى الاوعيه الدمويه دي وظيفتها ايه؟ ان هي تنقل الدم من والى القلب، يعني الدم المحمل بالاكسجين والنيوترونز ينتقل من القلب عن طريق الاوعيه الدمويه الى الانسجه ليتم استهلاكه، تطلع ويست برودكتس زي كربون دايوكسيد مثلا، فبعدين تبدا الايه؟ الاوعيه الدمويه الاخرى ان هي تنقل هذا الايه؟ الدم المحمل بالايه؟ بالويست برودكتس وتنقله تاني الى القلب علشان يبدا يتخلص منه. طب انا لو عايز اتكلم عن ايه التيرمز اللي انا لو انا عايز اتكلم عن المجال بتاع الكارديو فاسكولار سيستم ده هستخدمها، هي كلمه الهارت باللاتيني اسمه ايه؟ كارديوم. يبقى اذا انا لو انا عايز when pertaining or when talking about the heart I use the term cardio او cardi. يبقى لما اقصد كلمه كارديولوجي معناها ده the branch of science، ده القسم او البرانش من العلم اللي بيهتم بدراسه القلب وامراضه، يبقى اسمه كارديولوجي اللي هو ايه؟ علم دراسه الايه؟ القلب. لو قلت مثلا الكتروكارديوجرام، الكتروكارديوجرام ده معناه ايه؟ الكتروكارديوجرام ده معناه ايه؟ معناه كارديو زي ما احنا قلنا، يبقى انا كده بتكلم عن الهارت. الكترو معناها كهرباء، جرام معناها ايه؟ معناها تسجيل. يبقى انا ولا دلوقتي لو انا بعمل تسجيل للكهرباء بتاعه القلب يبقى انا هسميه الكتروكارديوجرام، او هنسميه مجازا بعد كده ان شاء الله، مش هنفضل نقول الكتروكارديوجرام اللي احنا بنقول عليه بالعربي تخطيط القلب او رسم القلب. انا برسم الكهرباء بتاعه الايه؟ بتاعه الهارت، يبقى انا هسميها الكتروكارديوجرام اللي هي ايه؟ تسجيل كهرباء القلب او الايه؟ او اللي هو بنسميه تخطيط القلب. لو انا سميت، لو انا جاي عايز اقول مثلا في تسارع في ضربات القلب، فبقول ايه؟ احنا القلب كارديا. وكلمه تاكي اللي هي ايه؟ معناها تسارع او تزايد في العدد، يبقى تاكي كارديا. يا بنت دكتور لو سمحتي ممكن تحط الليزر؟ ثانية واحدة بقى، عم اقفل عليكم المايكات علشان انا مش ايه؟ مش عايزة حد يقطع. احنا هنا لما بنيجي نتكلم عن كلمة بقول كارديا يبقى انا كده ايه؟ انا بتكلم عن الايه؟ عن الهارت، عن القلب. طيب تاكي، تاكي دي معناها ايه؟ تاكي دي معناها تسارع، عكسها برادي. يبقى تاكي كارديا معناها تسارع في ضربات القلب. طب عكسها ايه بقى؟ اللي هي بطء او الريت بتاع ضربات القلب اقل من الطبيعي، نسميها برادي كارديا. طب احنا لما جينا خدنا الابيثيليوم وقلنا طيب يبقى احنا دلوقتي يا اولاد بنتكلم بنقول ايه؟ انه انا عندي، احنا اتفقنا لما خدنا الايبيثيليال تشو في محاضره البادي ستراكشر قلنا انه في من ضمن الحاجات اللي هي الاستراكشر وفي ايبيثيليا من الحاجات اللي هو الشيت اللي بيغلف الهارت من بره، اللي احنا قلنا بيري دي معناها اراوند. يبقى انا لما اقول بيري كارديوم معناها الغلاف اللي بيحوط الايه؟ الهارت من بره، نسميه بيري كارديوم. يبقى اذا نستخلص من الحكايه دي كلها ايه؟ انه انا لو when pertaining to the heart
انا بستخدم الايه المقطع كارديو او كاردي، تمام؟ بعد كده طيب هو الهارت ده وظيفته ايه؟ الهارت ده الوظيفة الاساسية بتاعته انه بيعمل distribution of the blood throughout the body، انه يوزع البلد all over ايه all over the body. علشان يعمل ايه البلد ده؟ يعني هو بيروح يتمشى كده في الهيومن بودي ولا بيعمل ايه؟ لا، هو الهدف من انه البلد يحصل له distribution وتوزيع، انه يحصل delivery، توصيل للاكسجين والنيوترونز للايه للسيلز. طيب لما الاكسجين والنيوترونز دول بيروحوا للسيلز، بتبدا السيل تستخدمهم في الميتابوليزم، في عمليات التمثيل الغذائي علشان تطلع منهم الانرجي. طيب عمليات التمثيل الغذائي دي بيخرج منها ايه؟ بيخرج منها ويست برودكتس، مخلفات بقى. فيبقى دلوقتي احنا عايزين اوعيه دمويه تانية هي تاخد المخلفات دي من السيلز علشان تبدا توصلها للايه للاماكن اللي هتخرج منها، سواء كان بقى اللنج، يعني لو كربون دايوكسيد مثلا يبقى يخرج من خلال الايه الرئتين عن طريق اللنج. لو في ويست برودكتس طالع من الميتابوليزم في السيلز هيخرج عن طريق الكدني وهكذا. طيب هو الكارديو فاسكولار سيستم او السيركيولاتوري سيستم ده بيتكون من ايه؟ الكومبوننتس بتاعته زي ما اتفقنا ان هو عباره عن الهارت معاه بلاد فيزلز. ايه البلاد فيزلز دي بقى؟ الاوعيه الدمويه. طب الاوعيه الدمويه دي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجات طالعه من الهارت تاخد البلاد من الهارت علشان تبدا توزعه، فنسميها دي بقى ايه الشرايين. كلمه شرايين في الطب معناها ارترز. طب الارترز دي تبدا تتفرع، يعني يطلع الشريان الكبير قوي من الهارت، نسميه ايه؟ نسميه الاورطه. طب يبدا الاورطه تطلع منه برانش صغيره فنسميها ايه؟ ارترز، شرايين. تبدا الشرايين دي تطلع منها تفرعات اصغر، تفرعات اصغر، لحد ما تبقى الشرايين دي صغيره قوي فنسميها ارتريولز. يولز دي احنا قلنا ايه؟ دي برضو للتصغير، يعني تصغير ارتري هو ارتريول. طيب بعد كده الارترز دي تبدا تدينا التفرعات، تكون لنا ارتريولز، الارتريولز تتفرع تتفرع تاني لحد ما في النهايه تبقى شعيرات دمويه صغيره قوي كده نسميها الكابيلاريز. يبقى الشعيرات الدمويه معناها ايه؟ معناها الكابيلاريز. طيب بعد كده خلاص الكابيلاريز دي هي اللي بتوصل بقى الاكسجين والنيوترونز للتيشوز، للامسجه، عشان تبدا تعمل فيها الميتابوليزم والتمثيل الغذائي زي ما قلنا. طيب خلاص التمثيل الغذائي حصل في السيلز وفي التيشوز، تبدا بقى تتكون الاورده الصغيره قوي علشان ايه؟ علشان تاخد الويست برودكتس. نسمي الاورده الصغيره دي ايه؟ فينيولز. ليه؟ عشان الاورده الصغيره دي هتبدا تتحد مع بعض، تتحد مع بعض وتكبر اكبر شويه، يبقى تدينا الفينز. يبقى اذا الكارديو فاسكولار سيستم عباره عن شبكه مغلقه، ده سيستم مغلق البلاد بيمشي فيه في اتجاه واحد. البلاد يعني البلاد يمشي في الارتري من ايه؟ من اتجاه الهارت ناحيه الايه؟ ناحيه التيشوز. بيمشي في الفين من التيشوز ناحيه الهارت، يعني ما ينفعش تو ويز، ما هوش هارتين البلاد فيزل، السير سير البلاد جوه البلاد فيزلز، ما هوش ايه؟ ما هوش رايح جاي، لا ده هو وان واي دايركشن، يمشي في اتجاه واحد. طيب نيجي نبدا نقول بقى هي السيركيوليشن او الدوره الدمويه دي عايزين نقسمها لحاجتين، اللي هم ايه بقى؟ اللي هم انه انا عندي ادي الهارت بتاعي اهو، شايفين ادي كل اللون الاحمر ده هو دي الارترز، البلاد المحمل بالاكسجين عشان كده يبقى لونه احمر، لكن اللون الازرق ده ايه؟ ده البلاد اللي هو محمل بالويست برودكتس والكربون دايوكسيد. طب الكلام ده بيمشي ازاي بقى؟ يمشي انه اول حاجه بدايه توزيع البلاد من ايه؟ من الليفت سايد اوف ذا هارت. طب الليفت سايد ده هو اصلا احنا عارفين انه الهارت عباره عن ايه؟ عباره عن اربع غرف. الاربع غرف دول في اتنين فوق صغيرين وحجمهم مش كبير كده، اللي هما بنسميهم ايه؟ بالعربي كنا بنقول عليهم الاذين الايمن والاذين الايسر. نيجي هنا نقلبهم بس انجلش، يبقى دي الناحيه اليمين من الهارت، دي الناحية الشمال من الهارت، ده الرايت سايد اوف ذا هارت، ده الليفت سايد اوف ذا هارت. الرايت سايد عبارة عن ايه؟ عبارة عن اذين ايمن نسميه ايه؟ نسميه رايت اتريوم. رايت اتريوم. طيب البطين الايمن نسميه ايه بقى؟ رايت فنتريكل. انا عندي اذين ايمن رايت اتريوم، وعندي اذين او عندي بطين ايمن اللي هو ايه؟ اللي هو الرايت فنتريكل. طب على الناحية الثانية اليسار، يسار يعني ليفت، فانا عندي فوق الاذين الايسر اللي هنسميه ليفت اتريوم، والايه وتحت منه الليفت ايه الليفت فنتريكل اللي هو البطين الايه الايسر. يبقى احنا دلوقتي عرفنا التشامبرز اوف ذا هارت. طيب نيجي بعد كده نقول ايه هو السيركيوليشن بتمشي ازاي بقى من الهارت؟
بول البدايه بتيجي منين؟ هنخلي نقطه البدايه بتاعتنا هي الليفت سايد اوف ذا هارت. يبدا البلط المحمل بالاكسجين يجي عن طريق، احنا عندنا دي ايه اللي فوق دي اللنج، البلط المحمل بالاكسجين يصل الى الرايت اتريوم عن طريق البالمونري فينز. وانتوا لسه ما خدتوش الريسبيراتوري مع دكتور سمير، بالمونري دي معناها ايه؟ وين بيرتيننج تو ذا لنج. لو انا بتكلم عن حاجه خاصه باللنج يبقى هستخدم ايه؟ بالمونري. يبقى لما اقول بالمونري فينز معناها الاورده الرئويه. يبقى معناها الايه؟ معناها الاورده الرئويه. طيب البلاط المحمل بالاكسجين بيبدا يتحرك من اللنج الى الايه؟ عن طريق البالمونري فينز اللي هي الاورده الرئويه، ويصل الى الايه؟ ويصل الى دي سميناها ايه؟ الليفت اتريوم. ثم بعد كده عن طريق ينتقل من الليفت اتريوم الى الليفت فنتريكل. بعد كده الليفت فنتريكل يضخ البلط في الاورطه علشان تطلع الاورطه وتبدا تطلع الارترز وتوزع البلط بالنيوترونز والاكسجين الى التيشوز. بعد كده احنا زي ما اتفقنا انه البلط انه ايه؟ انه البلط الارترز هتبدا توزع الارترز هتبدا توزع البلود للتيشوز، وبعدين الارترز دي تتفرع لحد ما تصل الى الارتريولز والكابيلاريز اللي هي الشعيرات الدمويه. طيب دي نعتبرها التيشوز. طب هنا التيشوز بقى يحصل فيها الميتابوليزم، فتبدا تدينا الويست برودكتس. الويست برودكتس يبدا الفينيولز الكابيلاريز الصغيره اللي هي تاخدها، فتتجمع الفينيولز دي فتقوم تدينا ايه؟ فتدينا الفينز. الفينز تتجمع لحد ما تتكون ايه؟ لحد ما تكون لنا الايه؟ الفينز الكبيره اللي هي الفينا كافا، بنسميها سوبيريور فينا كافا وانفيريور فينا كافا، وتصب البلاد المحمل بالكربون دايوكسيد والويست برودكتس في الايه؟ في الرايت اتريوم. ثم بعد كده من الرايت اتريوم للايه؟ للليفت اتريوم، للليفت فنتريكل، للرايت فنتريكل قصدي، اسفه. بعد كده الليفت فنتريكل يبدا يضخ البلاد المحمل بالكربون دايوكسيد عن طريق البالمونري ارترز ويصل الى الايه؟ الى اللنج، علشان تبدا اللنج تخرج الكربون دايوكسيد بره وتدخل لنا الايه؟ الاكسجين على البلاد وتبدا تتعاد تاني الحكايه. فاحنا ده دي اللي هي السيركيوليشن، دي الدوره الدمويه. بس احنا بنقسمها، بتتقسم بقى لايه؟ لمرحلتين. اول حاجه المرحله اللي بيتم فيها توزيع البلد المحمل بالاكسجين والنيوترونز على الديفرنت بودي سيستمز، على اجهزه الجسم المختلفه علشان تبدا تاخد الاكسجين والنيوترونز. وبالتالي علشان كده نسمي الدوره دي اللي هي تبدا من الليفت سايد اوف ذا هارت وتلف على البودي سيستمز وترجع يرجع البلد للرايت سايد اوف ذا هارت، نسمي الجزء ده من السيركيوليشن سيستميك سيركيوليشن. ليه؟ لان هو ده اللي بيتم فيه توزيع البلاد المحمل بالاكسجين والنيوترونز على الديفرنت بودي سيستمز. امال دي نسميها ايه؟ ما في جزء من السيركيوليشن اهو. لا، ده الجزء ده من السيركيوليشن البلاد بيخرج من الرايت سايد اوف ذا هارت، يروح يتم تنقيته من الكربون دايوكسيد في اللنج ويرجع تاني الى الرايت سايد الى الليفت سايد اوف ذا هارت عن طريق الايه؟ البالمونري فينز. يبقى السيركل الصغيره دي نسميها ايه؟ نسميها الدوره الرئويه، الدوره الدمويه الرئويه. يبقى نسميها البالمونري ايه؟ سيركيوليشن. يبقى احنا السيركيوليشن بتاعتنا هنقسمها الى سيستميك سيركيوليشن هو الجزء ده، وبالمونري سيركيوليشن هو الجزء اللي بس جاست ان هو السيركيوليشن اللي بتتم بين الهارت واللنج. الجزء ده من السيركل بنسميها ايه؟ من السيركيوليشن بنسميها بالمونري سيركيوليشن. طيب الهارت نفسه، تعالوا بقى ناخد الايه؟ البارتس اوف ذا كارديوفاسكولار سيستم ونشوف، هنبص عليها من جوه كده ونبدا ايه نشوفها. الهارت ده عباره عن ايه؟ عباره عن ماسكولار بامب، هو عباره عن عضله، جاست الاكشن بتاعه ان هو بيشتغل كعضله علشان تضخ الدم، تبامب البلاد للديفرنت بودي سيستمز او لللنج، علشان ايه؟ علشان يتم تنقيه البلاد من الاكسجين والايه؟ والنيوترونز. علشان كده دايما بما انه هي الوظيفه بتاعه الهارت ان هو بس يشتغل كبامب كمصل، يعني علشان كده مش بنقول عضو القلب. لما نيجي بنتكلم عن الهارت ما بنقولش عليه عضو زي الليفر زي اللنج، دي اعضاء بتعمل ديفرنس ايه؟ ديفرنت فانكشنز. لكن بما انه الوظيفه الوحيده للهارت ان هو يشتغل كبامب او كمصل، علشان كده بنسميها عضله القلب، نقول عليها عضله القلب مش عضو القلب. طيب القلب ده علشان يشتغل فبيعمل بيتس، بيعمل نبضات كده، بينبض القلب او بيعمل كونتراكشن
من 60 الى 80 بيت في المينت. طب هو موجود فين ده؟ موجود احنا لما نيجي نشوف كده الهارت موجود مكانه فين، ده موجود بين ايه، في الاريا الفاضيه، في الاريا الفاضيه اللي هي بين الايه، بين التو لانجز، بس دايركتد شويه، يعني يعتبر هو في الميدياستاينم في نص الشيست كده، ولكن هو دايركتد اكتر ناحيه الايه، ناحيه الشمال، يعني شايفين زي ما هو شكله كده، هو دلوقتي هو في الميدياستاينم، في الجزء الفاضي ده، في الفراغ، في الكافيتي، الميدياستاينال كافيتي. كلمه ميدياستاينم معناها ايه؟ التجويف الصدري. الميدياستاينم ده موجود، لكن نلاقي دايما الهارت مايل شويه ناحيه الايه، ناحيه اليسار. طب بالنسبه للسايز اوف ذا هارت، بنقول تقريبا السايز اوف ذا هارت بيساوي ايه، السايز اوف افيست، يعني ايه، يعني انت لما تيجي تقبض يدك كده، هو ده تقريبا بيكون السايز اوف يور هارت. التيب اوف ذا هارت اللي تحت دي بنسميها ايه، بنسميها اللي هي موجوده عند اللور ايدج تحت دي، بنسميها الايبكس، بنسميها الايه، الايبكس اوف ذا هارت. طيب لما نيجي بقى ايه، تعالوا ناخد مقطع كده في الهارت. شايفين يا ولاد، ادي اللنج اهي، ادي التو لانجز، التو لانجز في بينهم فراغ، مين اللي بيشغل هذا الفراغ بقى اللي بنسميه الميدياستاينال كافيتي؟ الهارت. يبقى الهارت فين؟ الهارت موجود فين مكانه؟ في الميدياستاينم. طيب وبعدين، طب هو موجود في النص بالظبط كده؟ لا، نقول ده هو الايبكس اوف ذا هارت دايركتد تو ذا ليفت، ناحيه اليسار شويه، يعني هو مش موجود في النص قوي، هو معظم الهارت موجود في الايه، في الميدياستاينال كافيتي اللي في النص ده، لكن هو مايل شويه ناحيه الايه، ناحيه اليسار. طب تعالوا ناخد مقطع كده في الهارت، نقطع الهارت كده وندخل نتفرج كده كده نشوف جوه ايه. نلاقي انه الهارت، الوول اوف ذا هارت عباره عن 3 لايرز. طبقه العضلات الاساسيه، واحنا عضلاتها ايه، كلمه لما اجي اتكلم عن عضلات هقول مايو، يعني يبقى الاكسبريشن بتاع مايو او التيرم مايو، المقطع بتاع مايو ده، ده لو انا عايزه اتكلم عن العضلات يبقى اقول مايو. وبما انها عضله القلب، واحنا اتفقنا انه كلمه كارد، انه كلمه كارديو دي وين ريفيرنج تو ذا هارت، يبقى ايه، نسميها مايو كارديوم. يبقى مايو كارديوم دي اللي هي الطبقه اللي في النص دي، اللي هي طبقه العضله اللي بتعمل الاكشن بقى بتاع الهارت، دي الميدل لاير، نسميها مايو كارديوم. طيب هي مغلفه من بره بغلاف حوالين الهارت كده، فنسميه ايه، اي بي كارديوم، ودي الاوتر موست لاير، اوتر موست لاير اوف ذا هارت نسميها اي بي كارديوم. دي غير البيري كارديوم، دي غير الايه، البيريكارديوم. البيريكارديوم ده عباره عن غلاف من الابيثيليوم كده، بي ايه، احنا دلوقتي بنتكلم عن اللايرز اوف ذا هارت نفسه، مش الاغلفه اللي بتغلفه، لا ده هو الوول اوف ذا هارت، فيه من بره في ابيكارديوم، بعدين ندخل على طبقه الايه، شايفين الطبقه اللي بره دي، دي اسمها ابيكارديوم. طيب طبقه العضلات هنسميها ايه، اللي هي الميدل لاير، هنسميها مايوكارديوم. طب لما ندخل جوه، بما انه لما اجي اتكلم عن الهارت هقول كارديو، وانا بتكلم عن جوه الهارت يبقى اسميها اندوكارديوم. يبقى اندوكارديوم دي هي الانر موست لاير اوف ذا ايه، الانر موست لاير اوف ذا كاردياك وول. فاحنا عندنا طبقات او اللايرز اوف ذا هارت عباره عن ايه، اندوكارديوم من جوه، ثم بعد كده مايوكارديوم اللي هي العضله بقى نفسها بتاعه الهارت، ثم بعد كده من بره الابيكارديوم، ويغلف الهارت بغلاف من الابيثيليوم لحمايته، وعشان يعني يعمل له سبورت، نسميه بقى ايه، بيريكارديوم. يبقى ناخد بالنا بس، الابيكارديوم حاجه والبيريكارديوم ايه، حاجه تانية. طيب نيجي نشوف الهارت تشامبرز اللي هي الغرف بتاعه الهارت. فالهارت من جوه مقسم الى 4 تشامبرز، اللي هم ايه بقى، زي ما احنا شفنا ده ايه، ده الليفت اتريوم، الاوزين الايه اللي على اليسار. طب تعالوا نشوف من فوق كده، ناخد من هنا كده فوق، في فوق ايه، كلمة اتريوم البلورال بتاعها، الجمع بتاعها اسمها اتريا، مش اتريامز، لا اتريا، يبقى دول فوق تو اتريا، يبقى في رايت اتريوم وليفت اتريوم. طب من تحت في الفنتركلز اللي هي الايه، البطين بقى، اللي هو الاذينين والبطينين، في فوق رايت اند ليفت اتريا، وفي تحت ايه، رايت اند ليفت فنتركلز. طيب بيعملوا ايه بقى الهارت دول، بيعملوا ايه؟ انا عندي دلوقتي الرايت اتريوم ده، رايت اتريوم بيستقبل البلط المحمل بالكربون دايوكسيد والويست برودكتس من الديفرنت بودي سيستمز عن طريق الايه، عن طريق الفينا كافا، عن طريق الايه، الفينا كافا. طيب بعد كده يجي البلط على الايه، على الرايت اتريوم، ينتقل الى الليفت ايه، الى من الرايت اتريوم الى الرايت ايه فنتركل.
بس بما انه الرايت اتري الرايت فينتريكل ده هيبمب البلد اللي نزل ليه من الاتريوم الى الايه هنا دي سميناها ايه؟ سميناها البالمونري فينز. طيب ايه اللي هيمنع انه مش معنى دلوقتي لما يجي الرايت فينتريكل ده يعمل بامب او كونتراكشن ينقبض كده علشان يضخ البلد الى اللنج، ايه اللي يمنع انه شويه بلد يطلعوا تاني الى الرايت ايه؟ الى الرايت اتريوم. يبقى احنا لازم نعمل هنا صمام، لازم يبقى ربنا يعمل هنا صمام بين الرايت اتريوم والرايت فينتريكل علشان وقت لما الرايت فينتريكل ده ينقبض ويحصل فيه كونتراكشن علشان البلد يطلع في يطلع بقى يروح على اللانجز هنا، يبقى لازم الايه الصمام ده يتقفل علشان يمنع البلد من ان هو يرجع تاني على الرايت اتريوم. الصمام في الطب اسمه فالف، الصمام في الطب اسمه ايه؟ فالف. والوضع برضو نفس الكلام هنا، دلوقتي الليفت اتريوم يستقبل البلد المحمل بالاكسجين من الايه من اللنج، بعدين يبدا البلد ينزل الى الايه الى الليفت فينتريكل. طب ما هو الليفت فينتريكل ده هيبدا ينقبض ويحصل فيه كونتراكشن علشان يضخ البلد الى الاورطه. طيب ايه اللي هيمنع بقى ان البلد اللي موجود هنا مع ضغطه الليفت فينتريكل دي يرجع تاني الى الايه الى الليفت ايه الى الليفت اتريوم؟ فلازم يبقى فيه هنا صمام، لازم يبقى فيه هنا صمام علشان يمنع رجوع البلد. طيب دلوقتي لما البلد كمان يبدا ايه يطلع من الرايت فينتريكل الى البالمونري فينز، ما هو ممكن يرجع تاني الى الايه الرايت فينتريكل، يبقى معنى كده لازم يكون في هنا فالف. وكذلك الامر برضو لما البلد يطلع من الليفت فينتريكل الى الاورطه، ما هو ممكن ايه لما الضغط يقل هنا في الليفت فينتريكل البلد يروح راجع تاني على الايه على الليفت فينتريكل، يبقى لازم معنى كده ان لازم الاورطه كمان ايه يبقى في فالف. طيب الفالفز دي بقى هنسميها ايه؟ هنسميها ايه؟ هنبدأ نشوف هنا كده، ادي عندنا الهارت اهو، ده مين بقى؟ عشان انا هفتح المايك كده علشان اشوف الناس ماشية معايا كويس ولا في حد رافع ايديه، خلينا نفتح المايكات شوية علشان اشوف الامور ماشية معاكم كويس ولا لا. فاهمين يا شباب؟ دكتورة تمام، الامور ماشية معاكم كويس؟ الحمد لله. طيب تمام، مين بقى هيقول لي احنا دلوقتي فين؟ مين هيقول لي دلوقتي اسم التشامبر دي ايه؟ هي مكتوب عليها اهو. يلا صحصحوا معايا كده. رايت انتارتيك رايت اتريوم رايت اتريوم. طيب اسم التشامبر دي ايه؟ يلا بسرعة كده. رايت فينتريكل رايت فينتريكل رايت فينتريكل برافو رايت فينتريكل. طب الفالف اللي هيبقى موجود بينهم بقى هنسميه ايه؟ المونري تراي شو اسمه؟ بوليمناري فالف قدامكم ايه؟ يلا اورتيك فالف. دلوقتي فين؟ احنا فين دلوقتي؟ احنا هنا ده الايه؟ ده الرايت ايه؟ اتريوم. طب واللي تحت ده اسمه ايه؟ رايت فينتريكل. طب الفالف اللي هيبقى بينهم اسمه ايه؟ اسمه ترايكاسبت فالف. ليه ترايكاسبت؟ عشان لما بنيجي نشوفه بنلاقيه عباره عارفين زي ورق، لانه ثلاث شفرات. بالظبط بنلاقيه ايه لما نيجي نشوف الشكل بتاعه بنلاقيه عباره عن زي ما يكون ثلاث ورقات شجر كده ولازقين في بعض، فايه فيبقى نسميه ترايكاسبت فالف. يبقى الترايكاسبت فالف ده ايه؟ كلمه كاس بمعنى ورايقه، ورايقه يبقى بيتكون من ثلاث ورقات كده لازقين في بعض. يبقى ايه لما يجي البلد يمر من الرايت اتريوم الى الرايت فينتريكل، اول ما ينزل الرايت فينتريكل يقوم الترايكاسبت فالف ده قافل. ليه؟ علشان لما الرايت فينتريكل يبدا يضخ البلد الى البالمونري ارتري، يبقى ايه يبدا يضخ البلد الى البالمونري ارتري، فالبلد ما يرجعش تاني على ايه على الرايت اتريوم. طيب نيجي نشوف هنا ده اسمه ايه؟ ده اسمه البالمونري ارتري. يعمل ايه ده؟ بياخد ايه؟ بياخد البلد المحمل بالكربون دايوكسيد والويست برودكتس من الرايت فينتريكل علشان يوديه على اللنج. طب احنا مش عايزين البلد يرجع تاني، يبقى لازم يكون هنا في فالف نسميه ايه بقى؟ الفالف اسم الارتري، يبقى نسميه الارتيك فالف بالمونري ايه
بالمونري فان، ممتاز. طب البلد دلوقتي راح على فين؟ راح عن طريق البالمونري ارتري على فين؟ على اللونج. حصل له ايه؟ حصل تبادل. يلا البلد جاي شايل الكربون دايوكسيد، ارمي الكربون دايوكسيد ده بره وهات لنا اكسجين علشان البلد يبقى اكسجينيتد. طيب البلد الاكسجينيتد يجي يمشي فين؟ يجي يمشي عن طريق البالمونري ايه؟ البالمونري فين. يجي يروح فين البالمونري فين؟ يجي هنا فين؟ عند الايه؟ عند الليفت اتريوم. دي اسمها ايه دي؟ اسمها ايه؟ ليفت اتريوم. ليفت اتريوم. طيب بعد كده ايه يحصل؟ الليفت اتريوم ده يبدا يروح البلاد ينزل من الليفت اتريوم على الليفت فينتريكل. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ يبدا الليفت فينتريكل يحصل له كونتراكشن، ينقبض عشان يضخ البلاد فين؟ في الاورطة. احنا عايزين نقفل الليفت فينتريكل، نقفل الفتحة اللي بين الليفت اتريوم والليفت فينتريكل علشان البلاد ما يرجعش تاني. يبقى لازم يكون هنا في فالف، نسميه ايه بقى الفالف ده؟ ها؟ ميترال فالف. ميترال فالف. طب هو يفرق ايه عن الترايكاسبيد فالف؟ لا ده بايكاسبيد، يعني في ورقتين اتنين بس، لما الورقتين دول يلزقوا في بعض كده يروحوا قافلين. يبقى الميترال فالف ايه؟ ده باي كاسبت فالف. موجود فين بقى الميترال فالف ده؟ موجود فين؟ في بين الليفت اتريوم والليفت فينتريكل. طيب بعد كده لما البلد، بعد كده لما البلد الليفت فينتريكل يضخ البلد في الاورطة، طب ما احنا عايزين نقفل بعد الضخ، بعد البامب دي، بعد الزقة دي للبلد علشان ما يرجعش تاني على الليفت فينتريكل. فلازم يبقى فيه في الاورطة هنا فالف، نسميه ايه بقى؟ نسميه باسم الاورطة، يبقى اورتيك فالف. يبقى انا اذا دلوقتي عندي الهارت فالفز عباره عن ايه؟ يلا ترايكاسبت فالف، يلا قولوا بقى معايا شطار كده، ترايكاسبت فالف. ها مين ده اسمه ايه ده؟ مايترال لا اسمه ايه ده؟ بالمونري ارتري. بالمونري فالف. بالمونري فالف. طب يلا على الناحيه الثانيه، الفالف اللي هيبقى هنا على اليسار هنسميه ايه اللي بين الاذين والبطين؟ مايترال فالف. برافو. طيب الفالف اللي هيبقى في الاورطه هنسميه اورتيك فالف. من غير ازعاج هيقول لي اسماء الاربعه فالفز اللي احنا اتكلمنا عليهم. مين هيرفع ايده من غير دوشه؟ اختار انا. برافو، شطار كتير رفعوا ايديهم اهو. يلا منير القصوص، يلا يا منير قول لنا ايه هي اسماء الفالفز اللي احنا اللي انت اتعلمتها النهارده. منير ترايكاسبيد فالف والميترال فالف والايورتيك فالف. مش ايورتيك، اسمه اورطه. مش اسم، مش كبير ده، اسمه اورطه. احنا بص، لا عادي جدا، يعني انت المفروض في الميديكال ترمينولوجي تعرف اسماء الحاجات وازاي بتتنطق. يبقى اسمه ايه؟ يلا يلا انا اساعدك واقول معي اسمه ايه ده؟ اورتيك فالف. لا هذا هاي، شوف الليزر على ايه وقول الاسم. يلا ده اسمه ايه؟ ترايكاسبيد فالف. ممتاز ممتاز يا منير. وبعدين يجي هنا ده يبقى اسمه ايه؟ بولمونري فالف. ممتاز يا منير. ها وبعدين هنا مايترال فالف. ممتاز. وبعدين يطلع فين بقى على الاورطه؟ يبقى اسمه الفالف هنا ايه؟ أورتيك فالف. أورتيك، مش أورتيك فالف. أورتيك، أورتيك فالف. شو بص اهي الكلمة هي أورتيك. 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 أ في الأول هو أورتيك. أورتيك فالف. بس كده يا شباب. طيب عايزين نشوف بقى هي الكهرباء بتاعت القلب دي. مش القلب ده عامل زي الجهاز اللي بيشتغل بالكهرباء؟ يبقى هو ايه؟ هو اول حاجة عن طريق ايه الكهرباء بتاعت القلب دي؟ عن طريق النيرف سبلاي بتاعه. طيب هو الهارت، احنا اتفقنا هو الهارت ده لما خدنا في محاضرة البادي ستراكشر، مين بنوتة جميلة هتقول لي هو الهارت ده؟ احنا لما جينا خدنا المصل تيشو قلنا عليه ايه؟ مين بنوتة هترفع ايديها وتقول قلنا عليه ايه؟ وصفنا ايه الهارت كمصل؟ وصفنا ايه الوصف؟ انا عايزة بنوتة بقى. لا لا لا، من غير ما دكتور. يلا دكتوره في تعليق بس بالصوت، المشكله عندنا ولا من عندك؟ في ايه؟ صوت واضح بالنت. لا ما ويام ويام زويده. خلاص خلاص عشان ما نضيعش وقت، ويام زويده. يلا يا ويام خلينا كده. احنا قلنا ايه يا ويام عن الهارت في المحاضره اللي فاتت؟ وصفنا ايه الهارت كمصل؟ قلنا عليه ايه؟ شكل الفايبرز بتاعته ايه
وهو إرادي ولا لا إرادي؟ يلا قولي لي بقى بالله. لا إرادي هو. شطورة كم؟ يعني إيه بقى لا إرادي؟ هي بتبدأ بفي أتوقع. Involuntary. طيب مثلا نشوف جومينا كده، فكرينا كده يا جومينا، فكرينا كده يا جومينا. Involuntary. ممتازة جومينا، برافو. وإيه تاني؟ وسترايتد صح؟ مش إحنا قلنا إن هي سترايتد نص عضلة مخططة؟ yes involuntary striated. ممتاز جومينا، نسقف لجومينا ونسقف لمين اللي كانت بتقولي الأول؟ أو كلهم سقفوا لك وهي جوجو. طيب طيب بما إنه الهارت involuntary يبقى لازم الأعصاب اللي تغذي الهارت وتديله الكهرباء بتاعته تكون من الايه، من الاوتونوميك نيرفوس سيستم، الجهاز العصبي المسؤول عن الحاجات اللي هي لا اراديه. ده يبقى مين بيغذي الهارت؟ الاوتونوميك نيرفوس سيستم ولا حاجه انا اقدر بقى اتحكم فيها؟ لا، الاوتونوميك نيرفوس سيستم ده الجهاز اللي بيعمل الحاجات اللا اراديه. مفيش فولنتري كنترول على الهارت، انا مش بقول الهارت اشتغل وشويه اقول له لا انت تعبت ريح شويه، لا احنا ملناش اي كنترول على الايه، على الهارت بتاعنا. طيب يبقى لازم بقى يبقى في جهاز توصيلات كهربيه كده علشان تبدا توصل التوصيله الكهربيه دي من ايه، خلال الاجزاء المختلفه للهارت. طيب نقول ايه هو اول حاجه دلوقتي؟ النيرف سبلاي اللي جاي للهارت جاي منين؟ جاي من الاوتونوميك نيرفوس سيستم. لفين؟ للبيس ميكر اوف ذا هارت، اللي هي ايه؟ اللي هي بنسميها الساينو اتريال نود، هي موجوده هنا الاس اي نود، بنسميها ساينو اتريال نود او الاس اي نود. دي المايسترو بقى اللي هيبدا يوزع الكهرباء على الاجزاء المختلفه للهارت علشان يبدا الايه، الكهرباء دي تشغل لي الهارت بقى كبامب. مش احنا قلنا انه الجهاز القلب ده او العضو او العضله بتاعه القلب دي ما هي الا جهاز كهربائي بيشتغل كونتراكشن ريلاكسيشن عشان يضخ مضخه. المضخه دي عايزه كهرباء، في مضخه بتشتغل من غير كهرباء؟ لا، المضخه دي عايزه كهرباء. الكهرباء دي بتجي لها منين؟ جيلها من الاوتونوميك نيرفوس سيستم اللي هو الجهاز العصبي اللا ارادي اللي احنا ما نقدرش نتحكم فيه. طيب بتوصل الاشاره العصبيه لمين؟ للساينو اتريال نود اللي هي بنسميها البيس ميكر اوف ذا هارت، دي المايسترو بتاع الهارت، دي اللي هتنظم الكهرباء بتاعه الهارت. تبدا تنتشر الاشاره العصبيه الى الاذينين وبعدين توصل الى الايه، الى الاي في نود اللي هي الاتريوفنتريكل نود، عقده عصبيه ثانيه كده موجوده بين الأذينين والبطينين، نسميها ايه بقى؟ بما انها بين الارتريز، بين بما انها بين الاتريوم والفنتريكلز، الاتريا والفنتريكلز، يبقى ايه؟ يبقى نسميها اتريو فنتريكولار نود او الاي في نود. هنسميها بقى في الطب، مش هنقعد احنا بقى مش فاضيين احنا في الطب، هنسمي دي الاس اي نود، خلاص احنا هنسميها كده، مش هنقعد بقى احنا مش فاضيين نقول ساينو اتريال نود. وهنا دي هنسميها ايه؟ اي في نود، خلاص احنا مش فاضيين نقعد نقول الكلام بالتفصيل. وبعد كده تحصل ايه؟ طب احنا دلوقتي هنا الايه، الاي في نود قامت ادتنا ايه بقى؟ لازم تبدا الشعيرات العصبيه دي او التوصيلات الكهربيه دي تنقسم بقى، عشان احنا هنا عندنا ايه، عندنا رايت فنتريكل وليفت فنتريكل، يقوم تنقسم بقى الاتريو فنتريكولار نود دي الى الايه، الى الرايت branch and left branch. دي بنسميها ايه بقى؟ بنسميها bundle. bundle يعني حزمه عصبيه كده، بنسميها دي bundle of his، شايف دي كده، بس bundle of his دي كده اسمها bundle of his. تبدا تتشعب بقى bundle of his دي، عشان انا عندي ناحيه شمال للهارت وناحيه ايه، وناحيه يمين، يبقى انا بدات الاشاره العصبيه جت هنا من الاوتونوميك نيرفوس سيستم، وصلت لمين؟ دخلت الهارت عن طريق مين؟ عن طريق الاس اي نود، بعدين مشيت لحد ما وصلت الى الاي في نود. بعد كده الاي في نود ادتنا ايه؟ البندل اوف هيس، الحزمه العصبيه دي. بس الحزمه العصبيه هنا جت قالت لك ده فيه حجرتين كبار قوي للهارت، لازم انا مش هقدر امشي لوحدي كده، انا لازم اطلع فروع عشان فرع يروح على الناحيه الشمال وفرع يروح على الناحيه اليمين. يبقى دلوقتي بندل اوف هيس، ادي الاي في نود ادتنا البندل اوف هيس، بعد كده ادتنا الايه، دي الناحيه اليمين، يبقى دي الرايت branch of bundle of his. هنا دي الناحية الايه، اليسار، يبقى دي left branch of ايه، of bundle of his. طب بعد كده هتبدأ البندل of his دي تتشعب 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 علشان تديني الشعيرات الرفيعة العصبية دي علشان تصل لكل جزء من الهارت، فنسمي الشعيرات الرفيعة دي ايه؟ Purkinje fibers.
كينجي فايبرز. يبقى اذا التوصيلات الكهربيه بتاعه الهارت بدانا بالاوتونوميك نيرفوس سيستم اس اي نود اي في نود باندل اوف هيس ليفت اند رايت برانشز اوف باندل اوف هيس ثم بعد كده الشعيرات العصبيه الدقيقه جدا اللي هتصل لكل جزء من الهارت هنسميها ايه بيركينجي فايبرز. مين شطور هيقول لي بسرعه كده الايه التوصيله العصبيه في الهارت؟ مين هنختار؟ مين بقى يقول؟ مين هيرفع ايده؟ يلا وانا معايا كده على الدايجرام علشان نطلع من المحاضره حافظين وشطار. يلا انا هختار مراد الترونه. يلا يا مراد. نعم يا دكتوره. يلا يا بابا قول لي دلوقتي قدامك اهو اشرح لنا كده التوصيله العصبيه الشبكه العصبيه اللي هي بتنظم الايه الالكتريكال اكتيفيتي للهارت. يلا انا معاك اهو دلوقتي. احنا فين هنا؟ احنا مين بيدي نيرف سبلاي للهارت؟ تبدا من عند الانتريو فينتيكل نود، تبدا من سايند ترايل نود. اسمها ايه؟ بص يا مراد احنا يبقى دلوقتي جوه، احنا جوه الهارت بس لازم يجي لي امداد عصبي، مش لازم في سلك فيشه كده تتحط. السلك اسمه ساينتراين نود. لا جاي من الاوتونوميك نيرفوس سيستم. الاوتونوميك نيرفوس سيستم. تتكلميش مراد اديله فرصته. جاي منين هنا الاول؟ العصب اللي هيجي ينزل الهارت ده هيبقى جاي من اسمه اوتونوميك نيرفوس سيستم. ممتاز يا مراد. هيوصل لفين؟ يلا ساينتراين نود. ساينو يلا ننطقها مع بعض كده كل واحد يقول في سر وكده. ساينوترايل نود. لا نقسمها اس اي نود. لا اسمعني يا مراد نقسمها مقاطع. يلا هنقول ساينو اتريال نود. يبقى اسمها ايه؟ ساينو اتريال نود. بس عشان مراد بقى دكتور بقى دلوقتي فمش فاضي يقعد يقول الكلام كله بالتفصيل كده، فهنسميها ايه؟ هناخد حرف من كل اس اي نود. اس اي نود. يلا اللي بعدها. بعدها انتريو فنتريال. اتريو هنقسمها يا مراد برضو. اتريو نود. اتريو فنتريكال نود. ولما مراد بقى دكتور هيسميها ايه؟ اي في نود. تاز. وبعدين نيجي ندي نسميها ايه؟ right and left branches of bundles of his. bundle of his. قعدت بقى تتشعب البندل اوف هيز دي لحد ما وصلنا الى بيركينجيز فايبرز. بيركينجي فايبرز. يلا عايزه بقى اسمع صوت بنوته جميله كده تقول لنا بسرعه يلا قبل ما ننتقل على الايه على السلايد اللي بعدها. مين هتقول؟ مين بنوته جميله هتقول؟ حنين النعيمات. يلا يا حنين. طيب بلاش حنين نايمه. ساره الحبشنا. دكتورة. يلا حبيبتي يلا دكتورة كده. دكتور مشلنا اول شيء بيروح واحده منكم بس. مين اللي هتتكلم؟ يلا لا انا حنين. حنين. يلا حنين. تمام. اول شيء الاوتونوميك نيرفوس سيستم راح اول شيء، بعدين بيجي عندنا الاس اي نود. تمام. بعدين الاس اي نود. يلا ها شطوره. بعدين الاي في نود. بعدين عندنا الرايت اند ليفت برانش اوف ذا باندل اوف هيز. بعدين عندنا البرانكينج فايبرز. البرانكينج فايبرز ممتازين. انا ولادي ممتازين. طيب خلصنا الهارت. احنا كده خدنا الهارت بالتشامبرز بتاعته باللييرز بتاعته عرفنا كل الحاجات اللي عليه. طب عايزين بقى احنا قلنا ايه؟ احنا سميناه الجهاز القلبي ولا الجهاز القلب الوعائي؟ سميناه الجهاز القلب الوعائي. طيب البلاد فيزلز اللي هي الاوعيه الدمويه بقى دي عباره عن ايه؟ ما هي الا انابيب علشان البلاد يمر من خلالها. طب الانابيب دي عباره عن ايه؟ نبدا الاول لو احنا هنا كده في الهارت اهو. نبدا الاول بالايه الاحمر ده ارتريز اللي هي الايه الشرايين، تبقى شايله اللون الاحمر ده الارتريز. بعدين الارتريز دي تبدا تصغر كده كل ما يطلع منها تفرعات تكون اضيق علشان تدينا الارتريولز والنانين بقى دول. بعدين بعد كده ايه تقوم تدينا الكابيلاريز الشعيرات الدمويه. الشعيرات الدمويه دي تسلم البلاد للديفرنت بودي سيستمز عشان يبدا تستغل الايه الاكسجين والنيوترونز وبعدين
تطلع بقى ويست برودكتس تيجي لايه الجزء من الكابيلاريز اللي هيشيل بقى الايه البلاد المحمل في الايه الويست برودكتس والكربون دايوكسيد علشان تبدا تتجمع الشعيرات الصغيره دي عشان تبدا تدينا الايه الاورده الصغيره فنسميها فينيولز. بعدين الفينيولز دي تبدا تتجمع عشان تدينا البينز. البينز دي تروح على الايه على الهارت وبعدين الهارت يبدا يضخ البلاد ده عايز يوديه بقى على اللونج عشان تتم التنقيه يوم يطلع عن طريق الايه البالمونري ارتريز. طيب وبعدين تتم التنقيه هنا علشان يرجع تاني للهارت عن طريق البالمونري فينز. طيب لو انا جيت قلت دلوقتي للايه لولادي بقى الشطار وانا اقدر اقول ان كل الارتريز تحمل اكسجينيت لو قلت ان كل الارتريز تحمل اكسجينيت بلاد كلامي كده صح؟ لا. ولا غلط؟ لا ما غلط خطأ. اول واحد مين مين قال لا اول واحد علشان هنسقف له كلنا مين اول واحد؟ اي جسمي انا اتوقع ده اسمك اكرم خالد اتوقع مش عارف خالد ايه اسمك خالد ايه خالد زيد احمد خالد رواش كلنا بقى نسقف لخالد علشان هو ايه سريع البديهة وجاوب اول واحد. طيب قول لنا ليه يا خالد قول لنا ليه مش كل الارتريز بتشيل اكسجينيتد بلاد ايه بقى دكتور لانه عندي البولمونري ارتريز بشيل دي اكسجينيتد بلاد لما ياخذه من الرايت فنتريكل وطلع برافو عليك برافو. طيب لو انا قلت ان كل البينز بتحمل دي اكسجينيتد بلاد هبقى انا كده صح ولا غلط؟ لا برضو غلط لا ليه عشان ايه؟ لانه عندي البولمونري فينز باخذ الاكسجينيتد بلاد وبفوته على الليفت على الليفت ليفت سايد اوف هارت تمام بفوته على الليفت اتريوم عشان يطلعوا عن طريق الارتا بعدين دكتورة وعليك مين بقى انت برضو نفس انت نفس اللي جاوبت المرة اللي فاتت دكتورة مظبوط طيب لما نيجي نشوف احنا بقى الارتريز والفينز الارتريز والفينز الاتنين بيبقوا ماشيين جنب بعض يعني كل ارتري نازل فيه البلاد من الهارت للبودي سيستمز يبقى ايه يبقى هيبقى قصاده فين طالع فيه البلاد من الايه من الارت من الـ من البودي من السيستم للهارت. طب انا ازاي اقدر افرق بين الارتري والفين؟ انه الارتريز دي بتبقى لارج سيك وولد فيزلز كبيره والوول بتاعها ايه والوول بتاعها يعني انا دلوقتي لو انا عايز يا اولاد اضخ حاجه المفروض انه انا اضخها تحت ضغط كبير ولا ضغط قليل ضغط كبير اذن البلاد اللي ماشي في الارتريز يبقى الضغط جوه كبير صح ليه لانه ده وسيله توزيع فلازم يبقى الضغط فيه اكبر من التيشوز علشان ايه علشان يبدا يضخ البلاد للتيشوز لكن المفروض العكس عند الفينز ليه لان الفينز بتستقبل صح يبقى المفروض انه البريشر في الفين يكون اقل مش ده كلام منطقي علشان الفينز دي هتستقبل الايه البلاد من التيشوز فبالتالي لازم الايه الضغط جوه الفينز يكون اقل شويه تمام كده طيب احنا بقى اتكلمنا عن الايه عن البلاد فيزلز انه في ارتريز اللي هي الشرايين بعدين الارتريز دي زي ما احنا شفنا ادي ايه ادي ارتري اهو يبدا الارتري ده يتشعب لحد ما يدينا الارتريولز الصغيره وبعد كده الارتريوز دي تدينا الكابيلاري بس الكابيلاري دي بتبقى شبكه من الايه من الشعيرات الدمويه هل كل الكابيلاريز بتحمل بقى اكسجينيتد بلاد لا لانه في برضو كابيلاريز صغيره هتبقى بتحمل دي اكسجينيتد بلاد اللي هي هتكون الفينيولز عشان يتكون بعد كده الفين هل كل الكابيلاريز بتحمل دي اكسجينيتد بلاد لا برضو لان في جزء من الكابيلاريز بيحمل ايه بيحمل اكسجينيتد بلاد فهي بالظبط دي شكل مصور كده للايه للسيركيوليشن ان هي عندي ارتري يبدا يتشعب ويتفرع عشان يديني ارتريولز اللي هي الشرايين الصغيره الشرايين الصغيره تبدا تتشعب وتتفرع لحد ما تديني الايه الكابيلاري الكابيلاري دي يبدا
قصادها تتكون كابيلر الصغيره ولكنها تحمل دي اكسجينيت البلط علشان تبدا تتجمع وتديني الفينيولز، والفينيولز تتجمع علشان تديني الايه، تديني الفين. طيب بالنسبه بقى للبلط بريشر، ضغط الدم ده، انه انا عايز ايه؟ عايز اقيس البلط، عايز اقيس البريشر جوه البلط ايه، جوه البلط ايه، البلط فيزل. طب احنا بنقيس البلط بريشر ده ازاي؟ بالجهاز ده اللي هو بنسميه ايه بقى؟ بنسميه اسفيجمو مانوميتر. يبقى انا عندي دلوقتي الجهاز ده اسمه ايه؟ مانوميتر. مانوميتر دي ميتر، دي معناها وسيله قياس، واسفيجمو علشان الايه يعني ايه بريشر. يبقى انا دلوقتي الجهاز اللي بقيس بيه الضغط اللي بيبقى شكله ده بنسميه ايه؟ اسفيجمو مانوميتر. طب وانا لما باجي استخدم، لو في حد فيكم شايف مثلا او تعرض مره هو يقيس البلاد بريشر بتاعه، يبقى ايه؟ يبقى بيشوف انه مش بس جهاز الضغط، لا لازم كمان بيبقى معاه السماعه الطبيه اللي هي بنسميها ستيسوسكوب. بس السماعه الطبيه اللي احنا بنستخدمها دي اسمها ايه؟ ستيسوسكوب. يبقى انا علشان اعمل ميجرمنت للبلاد بريشر، يبقى انا بستخدم الايه؟ السفيجمو مانوميتر، اللي هو الجهاز ده نفسه بتاع قياس الضغط ده. وده هو الجهاز اللي انت لازم تتعلم عليه، لانه في اجهزه دلوقتي ديجيتال بتقيس لوحدها، في اجهزه هوائيه، وفي اجهزه مش عارف ايه، لكن هو ده التراديشنال اللي لازم تتعلم عليه في البدايه. بنسميه ايه بقى ده؟ بنسميه سفيجمو مانوميتر، ولازم يكون معاه ايه؟ معاه ستيسوسكوب. طب هو ايه بقى اصلا فكره قياس الضغط ده ايه؟ المفروض اثناء لما بيحصل فينتريكولار انقباض الهارت، يعني ان الهارت يعمل كونتراكشن او الفينتريكل يعمل كونتراكشن، ده ايه؟ علشان يبقى كونتراكشن لازم الضغط جوه الفينتريكل يكون اعلى ما يمكن. ليه؟ علشان يضخ كميه البلاد اللي فيه الى الايه، الى الارتري اللي طالع منه او الفين اللي طالع منه. يبقى ايه في الحاله دي؟ بنسمي الكونتراكشن اللي بيكون اثناءه، اللي هو الانقباض اللي بيكون اثناءه الضغط جوه الفينتريكل اعلى ما يكون، نسميه سيستول. نسميه ايه؟ سيستول، اللي هي مرحله انقباض الهارت. طيب انا علشان البلاد، هو البلاد بس بيضخ بلاد ولا بيريسيف بلاد كمان؟ ريسيف كمان. ريسيف بلاد. لا بريسيف كمان. احنا قلنا الناحيه اليمين، الناحيه اليسار من الناحيه الليفت سايد اوف ذا هارت ده اللي بيضخ البلاد. طب والناحيه اليمين بتعمل ايه؟ ده بتريسيف البلاد. يبقى اذا انا عندي دلوقتي في مرحلتين، في مرحله بينقبض فيها الهارت، في الحاله دي مرحله الانقباض دي بيكون فيها دكتوره بس الرايت الرايت فينتريكل برضه كمان بتنقبض صح؟ وبينقبض برضه، بس بينقبض ليه؟ بينقبض فين؟ بينقبض علشان يضخ البلاد على الرئتين. اي انا اول شيء تسحب الدم بالجمع وبعدين بتضخ. اي ممتاز. في مرحله الانقباض، في ما هو مش الهارت ايه، السايكل بتاعه الهارت عباره عن ايه؟ البيت بتاعه الهارت عباره عن ايه؟ كونتراكشن علشان نضخ البلاد، ريلاكسيشن عشان نستقبل البلاد، صح كده ولا لا؟ صح. ممتاز. مرحله الانقباض اللي هي الكونتراكشن، كلمه كونتراكشن معناها انقباض، يبقى ايه دي؟ نسميها سيستول. ودي في حاله السيستول بيكون الهارت البريشر الضغط جوه الهارت والاوعيه الدمويه الشرايين تحديدا اكبر ايه، اكبر ما يكون. طيب يجي يدخل الهارت في المرحله الثانيه، مرحله الريلاكسيشن، انه الهارت يريح كده فيقل البريشر علشان يستقبل البلاد تدخل على الايه، على الرايت سايد اوف ذا هارت. نسمي الريلاكسيشن، مرحله الريلاكسيشن الراحه اللي بيرتاح على قلبه ويقل الهارت ويقل البلاد بريشر فيه، نسميها ايه؟ دايستول. دايستول. يبقى اذا الهارت عباره عن ايه؟ سيستول دايستول، سيستول دايستول. الفرق في الضغط، الفرق في الضغط بين السيستول والدايستول ده بنسميه ايه؟ بنسميه البلس بريشر. ليه احنا بنحط لما نيجي نشوف النبض كده، بن ايه، بنحط ايدنا على ارتري مثلا، نبدا نحس ايه في خبطه كده تحت ايدنا، الخبطه دي ايه؟ السيستول. الخبطه ايه؟ تخبط تختفي، تخبط تختفي. ايه بقى تخبط تختفي دي؟ ده دايستول، ده سيستول، والهارت بيعمل كونتراكشن. اللحظه اللي اختفت فيها دي ده الدايستول والهارت بيعمل ريلاكسيشن، نسميها ايه دي بقى؟ بالس بريشر. ايه البالس بريشر ده؟ ده الفرق بين السيستوليك والدايستوليك، الفرق بين ضغط الدم اثناء مرحله الكونتراكشن اللي بنسميها السيستول، واثناء الضغط اثناء مرحله الريلاكسيشن اللي بنسميها الدايستول. هي ايه؟ هي دي اللي بتديني البالس، انه ايه ضغطه بسرعه فالبريشر يعلى،
ريلاكسيشن فالبريشر ايه يبدا يقل. دكتوره الجهاز بحسب لي كم بلس عندي؟ لا البلس انت بتعده، انت بتحط ايدك كده على ارتري بطريقه كده ان شاء الله هتتعلموها في الفسيولوجي، علشان يبدا ايه الارتري ده الشريان ده يبدا يخبط كده تحت ايدك، تلاقيه بيخبط ويسكت خبطه ويسكت خبطه ويسكت. الخبطه دي سيستول، السكته دي دايستول. تمام اوكي. طيب احنا لما بنيجي نشوف مثلا حد بنروح نقيس الضغط او حد نقيس له الضغط بيروح مدينا ايه؟ بيدينا كسر، يقول لنا 120 على ايه 80. ايه ال 120 وايه ال 80؟ وليه البسط دايما اعلى من المقام؟ يعني 120 80 170 90 وهكذا، ليه بقى؟ البسط ده هو قياس الايه السيستوليك بلاد بريشر، والمقام هو ايه؟ هو قياس الدايستوليك بلاد بريشر. اذا لما اقيس لحد الضغط واقول له مثلا انت ضغطك 120 80 او 120 على 80، ال 120 دي هي دي قيمه البلاد بريشر اثناء مرحله الايه السيستول. طيب واللي تحت ده المقام اللي تحت ده عباره عن ايه؟ ده قياس البلاد بريشر في القلب والاوعيه الدمويه اثناء مرحله الايه الدايستول. فهمنا كده يا شباب؟ اوكي تمام. طيب ممتاز. مين هيقول لي اسم، مين هيقول لي اسم الجهاز اللي بنستخدمه في قياس الايه الضغط؟ مين بسرعه كده يلا اسمه ايه؟ سبيكمومتر. السلام عليكم. مش في كده بيقول وعليكم السلام. السلام عليكم، يبقى سبيكمومتر. سبيكمومتر اس يلا فيج اس في يلا نقسم. احنا اتفقنا ان احنا في الميديكال تيرم ايه حتى ما نيجي ننطق ونتعلم زي نقرا انجليش بنقوم نقسم الكلمه الى مقاطع، يبقى دي ايه اس ادي مقطع. سبيكمومتر اس اسمعني اسمعني اس فيج مو مانو ميتر، يبقى سفيج مو مانو ميتر. سفيج مو مانو ميتر. طب دي اسمها ايه؟ اس ما هي دي اس دي اس. نعم خلاص يا شباب كده واضح. واضح دكتور. طب ممتاز تمام دكتور. طبعا بقى البلاد باس احنا حكينا بقى البلاد بيمشي ازاي من الرايت اتريوم الى الرايت فينتريكلز، وما بعد كده دكتور عندي سؤال. ارتري ثانيه واحده خلي الاسئله للاخر، وما بعد كده الى اللونج، ثم بعد كده عن طريق البلمونري. البلمونري ايه؟ البلمونري فينز يصل الى الليفت ساي الليفت اتريوم ثم الى الايه الليفت فينتريكل، ثم بعد كده الليفت فينتريكل يضخ البلاد الى الاورطة. دي الايه البلاد باس اللي هو سريان الدم او مجرى الدم بيمشي ازاي في الكارديوفاسكولار سيستم. طب هنيجي نشوف بقى الكومبايننج فورمز اللي احنا هنستخدمها لو انا عايزه اتكلم بقى، وده بقى ده هو موضع الاسئله بقى، يعني الكلام الفسيولوجي والحاجات دي لو جه فيها اسئله فتكون بنسبه قليله، لكن الكلام بقى اللي احنا بنقوله ده هو ده الايه هو ده الجزء اللي احنا بيكون التركيز عليه في الاسئله. طبعا لما انا عايز اتكلم عن الاتريوم هقول اتريو، وانا لو عايز اتكلم عن الهارت هقول كرونو كارديو، لو انا اتكلم عن البلاد فيزل احنا سميناها ايه فاسكلو. طيب عندي مثلا على بلاد فيزل ممكن اقول فاسكلو او فازو. طيب المانوميتر ده اللي احنا بنقيس بيه الايه البريشر زي ما احنا قلنا. طيب مثلا عايز اتكلم عن الاورطه هقول اورطه. في حاجات من التيرمز او الكومبايننج فورمز دي سهله جدا، يعني انا مثلا لو عايز اتكلم عن الاورطه هقول اورطه، دي مش حاجه وما يجيش سؤال الا لو ايه لو يعني اللي هو ايه سؤال كده نكرمكم فيه. لكن في حاجات هي دي اللي احنا بقى ايه عايزين نركز عليها. إيه مثلا لو انا عايز اتكلم عن بلاد فيزل يبقى انا ممكن اقول ايه فاسكلو، اقول فازو، ممكن اقول هيمانجيو. طيب على الفين اقول فيليبو، على البلس اقول سفيجمو، طب على الشيست السماعه بقى اللي احنا بنسمع بيها استمناها ايه ستيسوسكوب فنقول ايه ستيسو. طب احيانا يحصل في جلطه فنقول عليها ايه الجلطه بقى في الطب بنسميها مش نقول عليها جلطه نقول عليها ثرومبو ثرومبو. طيب فالف لو انا عايزه اتكلم عن الفالف اقول فالفو او فالفلو. طب فين فينو، او يبقى انا لو عايزه اتكلم عن الفين ممكن استخدم ايه فينو او فليبو. لو عايزه اتكلم عن الفنتريكل اكيد هقول ايه فنتريكلو. دي ايه دي التيرمز اللي احنا عايزين نعرفها. طيب احنا اتفقنا ان احنا عندنا كده في بعض المقاطع هنقول عليها ايه هنثبتها عندنا. مقطع ايتس، ايتس معناه انفلاميشن. يعني ايه انفلاميشن؟ يعني التهاب. يعني انا عايزه اقول
اي حاجه التهاب اقول الحاجه دي وايتس في الاخر. طيب تجميل اي الحاجات دي بقى هنثبتها يا اولاد كل محاضره خلاص دي ثابته في الطب. لو عايز اقول انفلاميشن في الطالب هقول طالبايتس، او الانفلاميشن في الدكتوره هبه يبقى هبايتس. يبقى ايتس دي معناها ايه؟ معناها انفلاميشن. سنه اولى انفلاميشن في سنه اولى نقول سنه اولى ايتس، يعني احنا اتفقنا كده ايه ايتس دي هنثبتها انها انفلاميشن. طب احنا قلنا البلاد فيزل يعني انجيو، لما اقول انفلاميشن في البلاد فيزل يبقى انجايتس. انجايتس بلاستي معناها تجميل او تصليح، بلاستي عشان كده جراحه التجميل بنقولها بلاستيك سيرجري، جراحه التجميل او التصليح. يبقى لما قلت في تصليح في البلاد فيزل هقول عليها ايه؟ انجيو بلاستي. انجيو بلاستي. طب سبازم معناها ايه؟ تقلصات. احنا عارفين لما يحصل لنا سبازم يقول لك حصل لي سبازم في العضله، ده معناه ايه؟ معناه انفولنتري ماسل كونتراكشن، العضله حصل فيها انقباض بس انا مش عايز يحصل انقباض، بنسميها انجيو سبازم. طيب انجيو عندنا كلمه ستينوزس معناها ضيق نار وينج، يبقى لما اقول انجيو ستينوزس معناها ايه؟ نار وينج في البلاد فيزل. طيب وين برتينينج تو ذا اورتا هنقول اورتو، للارتري هنقول ارتريو، يعني الكلام بقى ده سهل جدا. لو قلت اورتك معناه برتينينج تو ذا اورتا، انا عايز اتكلم عن الاورتا هقول ايه يعني؟ اقول اورتك. عايز اتكلم عن الارتريول هقول ارتريول، يبقى ايه؟ يبقى هقول ارتريول. طيب عايز اتكلم عن الارتري هقول ارتيريال. طيب نيجي بعد كده كلمه اكتوميا للقاموس بتاعنا، زي ما احنا قلنا ايتس معناها انفلاميشن وباستي معناها تصليح او تجميل، هنضيف عليهم اكتومي من الحاجات اللي هتتكرر معاكم. استئصال يعني، معناها استئصال. طب انا لو عندي مثلا في دهون في البلاد ايه؟ في دهون في البلاد فيزل، زي مثلا الناس اللي عندها تصلب في الشرايين، عايز اشيل الدهون دي اقول ايه؟ اسيريكتومي، معناها سيرجيكال ريموفال للفاتي ايه سبستانس. يبقى اكتومي دي من المصطلحات او من التيرمز اللي احنا هنثبتها. طيب انا مثلا ايه لو انا عايز اقول بين الاتريوم، بين معناها انتر، بين اي حاجه. لو انا عايز اقول بين الفنتريكل او الانتر فنتريكولار، عايز اقول بين الاتريوم الاثنين، بين الاتريا الاثنين، هقول عليها ايه؟ انتر ارتيريال. انتر ايه؟ ارتيريال. طيب احنا قلنا في الاول انه انا عندي كارديا لو انا عايز اتكلم عن الهارت. طيب ايه؟ في عندي تصارع في ضربات القلب هسميها ايه لما قلنا عليها في اول المحاضره؟ تاكي كارديا. طب عكسها ايه بقى؟ برادي كارديا. يبقى الرابيد هارت اسمه تاكي كارديا، السلو هارت اسمه ايه؟ برادي كارديا. وكمان عرفنا برضو في اول المحاضره ان انا لو عايز اعمل تخطيط لكهربه القلب يبقى جرام معناها قياس او تسجيل، والكترو معناها كهربا، والقلب معناها كارديو. يبقى انا لو هعمل ريكورد لكهربه القلب هسميها الكترو كارديو جرام. طب اذا حصل تضخم في عضلات القلب، ودي من الحاجات اللي احنا هنفتح القاموس بتاعنا ونضيفها، كلمه ميجالي. ميجالي معناها تضخم، لارجمنت، في تضخم. لو انا عايز اقول تضخم في عضله القلب هسميه ايه؟ كارديوميجالي. كارديوميجالي. طب الناس بقى اللي هي بتشتغل اصلا في امراض القلب، الدكتور اللي هو تخصصه امراض القلب والاوعيه الدمويه نسميه ايه؟ كارديولوجيست. كارديولوجيست ده ايه؟ ده تخصص القلب. طب احيانا يحصل ربشر لعضله القلب، ربشر يعني ايه؟ تنفجر عضله القلب، نسميه ايه بقى؟ ده كلمه تريكسز معناها ربشر، يعني في قطاع انقطعت انفجرت، بنسميه كارديو ريكسز. كارديو ايه؟ ريكسز. طيب ايه تاني؟ احنا اتفقنا بقى ان احنا ايتس دي معناها انفلاميشن. لما انا اقول فليب بايتس، احنا قلنا فليب ودي معناها ايه لما ندرس بقى المحاضره ونحفظها كويس، فليب معناها بين. لو انا قلت انفلاميشن اوف ذا فين هشيل كلمه فين انفلاميشن واحط ايه؟ ايتس، واشيل كلمه فين واحط فليب، يبقى فليب بايتس معناها انفلاميشن في الفين، انفلاميشن في الايه؟ في الفين. طيب بلاستي معناها تجميل او تصليح. طب انا عايز بقى ايه؟ مش احنا بنسمع كده عن في اولاد او اطفال بينزلوا بيتولدوا يعني عندهم مشاكل في صمامات القلب؟ طب لما نيجي بقى نعمل لهم جراحه لتصليح الصمامات دي، لان عامل لهم مشكله ونسميها فالفيوبلاستي. طب لما يكون عندهم انفلاميشن في الفالف نسميه ايه بقى؟ فالفيولايتس. فالفيولايتس. ايتس يلا ثبت كده في دماغك ان ايتس معناها ايه؟ معناها انفلاميشن. انفلاميشن. طيب فيز.
طيب كارديولوجي اتفقنا ان هو ده البرانش اللي بايه اللي بيدرس امراض القلب. عندي اوسكالتيشن لو انا هسمع بالسماعه، لو انا هسمع بالسماعه الاصوات اللي بيعملها القلب دي باستخدام السماعه اللي هي الاستيثوسكوب هسميه اوسكالتيشن. اوسكالتيشن جلطه في القلب معناها انفاركت. دكتور بس السؤال فيتشيني نكملها معنا يعني كم منه زي عادت لها كلمة كثير كأنه صح ألور كثير got me؟ هو بقى هو ده الترمينولوجي. الترمينولوجي هي دي المصطلحات، انت بتاخد كل الترمز اللي ممكن تستخدمها لما بتدرس السيستم بتاع الكارديو باسكولار سيستم. واحدة واحدة ان شاء الله كله هيبقى سهل. لا بس pertaining تكررت يعني كثير كثير يعني هي بقى واحدة واحدة كده تاخد المحاضرة بالراحة وبعدين بنعيدها وكده إن شاء الله. يعني قصدي لها أكثر معنى أكثر من كلمة هاي المتوصلة. يعني أنا ممكن ممكن لو أنا عايزة أتكلم عن البين ممكن أقول بينو، ممكن أقول فيليبو، ممكن أقول لو أنا عايزة أتكلم عن الهارت أقول كارديو كارديام كورونري. يعني أنا ممكن في كذا تيرم يصلحوا لنفس الإيه لنفس الإكسبريشن. طيب إذا حصل بقى إحنا عارفين إنه الأرت إن الهارت كعضو من أعضاء الجسم عايز بلاد سبلاي، عايز دم عشان يتغذى. الارتريز الصغيره اللي هتغذي عضله القلب بنسميها الشرايين التاجيه. طب اذا حصل دي اللي هي الكوروناري ارتريز اللي هي الشرايين اللي بتغذي القلب، اذا حصل دي في شرايين الشرايين اللي بتغذي القلب فبالتالي كميه النيوترونز اللي هي ايه اللي بتروح للهارت بتقل، كميه الاكسجين تقل، فيبقى القلب دلوقتي ايه مخنوق مفيش اكسجين كتير جاي له. خنقه القلب دي بنسميها ايه بقى؟ بنسميها اسكيميا. يعني ايه اسكيميا؟ معناها انه في ديفيشنسي، في نقص في البلاد سبلاي اللي رايح للايه للهارت. طيب احيانا لما نروح ان شاء الله في الاطفال وفي البطن وفي الباطنيه هنبقى نحط السماعه كده على الهارت علشان نسمع اصوات غير اصوات القلب. ده دي في مشاكل في الايه في القلب فنقوم نسمع اصوات كده هنسميها ميرمر. ميرمر يبقى كلمه ميرمر دي معناها دي ابنورمال هارت ساوند، دي مش اصوات القلب الطبيعيه. طيب اذا حصل في بقى لخبطه في ضربات القلب نسميها ايه بقى؟ انه في زياده، فبالتالي المريض يجي يقول لك انا حاسس بخفقان في قلبي، حاسس فيه حاسس بضربات قلبي كده. طبيعي الطبيعي عند الناس انهم ما يحسوش بايه بضربات قلبهم. يبقى اذا حس بضربات قلبه يبقى معنى كده ان هي ايه ان في ابنورماليتي فيها، فنقوم نسمي خفقان القلب ده نسميه ايه بالبيتيشن. بالبيتيشن طيب احيانا في ناس بتقوم وهي جايه ايه وهي نايمه كده تيجي تقوم او هو قاعد يجي يقف مره واحده يقوم يلاقي فيه ايه دوخه كده بيحس بيها. ده ليه؟ لانه لما قام مره واحده كده ده بدا يوطى عنده الايه البلاد بريشر الضغط عنده. لما قام مره واحده كده البلاد انسحب كله على اللور اكستريميتيز، فبالتالي ايه ما بقاش فيه بلاد واصل كويس للبرين فيقوم يعمل له الدوخه دي. بنسميها ايه نقص في الضغط نتيجه ايه نتيجه الموضع او الوقفه. يبقى نسميها orthostatic hypotension. ده sudden drop في blood pressure لما بنقف suddenly كده بنقوم لما نكون نايمين الصبح ونقوم نطين مرة واحدة كده واقفين عشان عندنا محاضرة مستعجلة الساعة 8 ولا حاجة أول ما نقوم نحس بدوخة كده نسمي الدوخة بقى أو الدروب اللي بيحصل في blood pressure إيه نسميه orthostatic hypotension. طيب احنا بقى يعني في حاجات خلاص استيثوسكوب سفيجمومانوميتر. طيب اذا حصل بقى مشاكل في الفالف اللي احنا الفالفات اللي احنا قلنا عليها، احنا الفالفات دي عشان تمنع الايه تمنع ارتجاع البلاد. طب لو حصل مشكله في الفالف يحصل ارتجاع، ارتجاع دي معناها ايه فلو باكورد فلو، يعني المفروض انه يمشي لقدام ما يرجعش لورا. طب لو رجع لورا نسميها ايه ريجيرج ريجيرجيتيشن، حصل ارتجاع للايه للبلاد يبقى نسميها ايه ريجيرجيتيشن. طيب عندنا مثلا المفروض انه الناس الطبيعيه لو هي البلاد بتاعها اكسجينيتد كويس يبقى احنا واخدين اللون الوردي كده نبص على شفايفنا كده. احنا لو عايزين نشوف حد ايه نقول عليه شاحب يعني بالور ده ما فيش لون خالص. ليه؟ لانه البلاد المفروض يدي الميوكوس ممبرينز والسكن اللون الوردي شويه عشان البلاد ده محمل بالاكسجين. طب اذا كان البلاد مش محمل بالاكسجين كفايه نسمي الحكايه دي ايه بقى؟ نسميها ساينوزس. طب بنلاقي ايه لما بنيجي في الناس اللي هي عندها انيميا شويه بنلاقي عندها ساينوزس بنلاقي شفايفهم مزرقه بليوش ديسكلاريشن نسميه دي ايه بقى ساينوزس.
طيب إذا كان شاحب ما فيش لون، عنده فقر دم أو عنده أنيميا، لا ده مش لونه أزرق، لا ده ما عندوش لون خالص، شاحب، فنسمي الشحوب ده إيه؟ absence of color، ما فيش لون، نبص نلاقي وشه مصفر كده، إيه يبقى نسميه ده إيه؟ pallor، نسميه pallor. إذا حصل ضيق أو انسداد ضيق في الشرايين اللي بتغذي القلب، فبالتالي إيه؟ البلد دلوقتي الهارت، العضلة بتاعة القلب دي بقت إيه؟ بقت جعانة، بقت عطشانه اكسجين، يبقى ايه؟ يقوم تعبر، عشان دي حاجه من الحالات الخطيره في الطب، تقوم تعبر عن كده بايه؟ ببين، وجع كبير يجي عند الواحد، عند المريض كده وعند الانسان، علشان يقوم يخليه يجري بسرعه. ده القلب ده حاجه مهمه جدا، اول ما يحصل نقص في الاكسجين سبلاي والبلاد سبلاي للهارت، يقوم لازم يحصل بين سريع كده علشان يقوم يخليه يجري يروح على المستشفى يشوف ايه المشكله. البين اللي بيحصل نتيجه نقص البلاد سبلاي للهارت نسميه انجينا بيكتورز. يعني ايه الانجينا بيكتورز بالعربي؟ الذبحه الصدريه، يبقى انجينا بيكتورز، انجينا بيكتورز. اذا حصل إيه؟ لخبطه في ضربات القلب. ريزم معناها انتظام، يعني كلمه ريزم في الطب معناها، او في الانجليش عموما معناها انتظام. طب اذا حصل عدم انتظام في ضربات القلب نسميها اريزم. بقى احنا عارفين ان ادي لما بتيجي قبل الكلمه في الانجليش بتبقى الادي معناها ايه؟ معناها نفي. لما انا اقول ريزم معناها ايه؟ معناها انتظام. لما اقول اريزميا معناها irregularity في الهارت بيت، ضربات القلب مش منتظمه، يبقى نسميها ايه؟ اريزميا. خلاص دي اخر سلايد اطمن. طيب لو انا عندي دلوقتي بقى انسداد، ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه الاحمر ده؟ اسمه ايه ده؟ ده كوروناري ارتري، ده من الشرايين اللي بتغذي الهارت. طيب اذا حصل فيه انسداد، هو انا مش ممكن اجيب وصله كده من الاورطه واخد لها وصله انا ركبها للهارت يعني، واقوم اخد البلد، اخلي البلد اللي هو المحمل بالاكسجين ده، طالما بقى انه الايه الشرايين دلوقتي فيه بلوك هنا كده، فيه قفله هنا في الايه، في الشرايين التاجيه اللي بتغذي الهارت، فيها قفله مقفوله من هنا. طب ما انا اقول طب ما انا ممكن اجيب وصله وافتح كده في الاورطه وخيطها الوصله دي في الاورطه كده، واوصلها للايه، للجزء، اباي باس بقى، اعدي الجزء المقفول ده علشان البلد المحمل بالاكسجين يجي من الاورطه ويروح على الجزء اللي كان بيغذيه الجزء اللي اتقفل ده من الايه، من الشرايين التاجيه. فنسمي دي ايه بقى؟ انا عملت باي باس. عارفين اكسبريشن باي باس يعني ايه؟ يعني بالتوازي كده، يعني عملت وصل طريق كده، ايه طريق تاني، خدت باي طريق تاني. لو انا ماشي بالسياره كده ولقيت في طريق مقفول، مش بدور على سكه تانيه مفتوحه، دي بنسميها ايه بقى؟ كوروناري ارتري باي باس، كوروناري ارتري، او بنسميها كابج، بنسميها ايه؟ كابج، كوروناري ارتري باي باس جرافت. جرافت دي معناها زراعه، او انا زرعت كده ايه وصله كده، فبسميها باي باس ايه؟ جرافت. طب افرض ان الهارت اصلا ده نفسه بقى ديزيست، خلاص مش نافع الهارت، خلاص الكفاءه بتاعته ما بقتش كافيه، نقوم نبدله بهارت تاني من دونر، من واحد متبرع كده مات مثلا، وهو لسه ما يعني لسه الانسجه بتاعته فريش كده، فناخد الهارت بتاعه طالما في توافق مع المريض اللي الهارت بتاعه خلاص اصبح فاسد دلوقتي مش بيأدي الوظيفه بتاعته، فاقوم اسميها ايه بقى؟ ريبليسمنت، تعمل استبدال. فسميه ايه بقى هنا؟ اسميها هارت ترانسبلانتيشن. هي الكلمه هنا مش عارفه ليه طايره في السلايد، بس انا هبقى انزلها لكم تاني في الباوربوينت، او انتوا تكتبوها. نسميها ايه؟ نسميها هارت ترانسبلانتيشن او كاردياك ترانسبلانتيشن. كلمه ترانسبلانتيشن معناها زراعه، انا هزرع له قلب، بدل اشيل القلب اللي باظ وخرب ده واحط له قلب جديد، يبقى نسميها ايه؟ كاردياك ترانسبلانتيشن. طيب بالنسبه للادويه اللي احنا هنستخدمها، اسماء الادويه اللي احنا هنستخدمها في اثناء دراستنا للسيستم بتاع الكارديو فاسكولار سيستم، لو انا عندي انجينا، في بين، في ذبحه صدريه، الادويه هتبقى هناخد ادويه اسمها ايه؟ انتي دي معناها ايه؟ معناها من التيرمز اللي احنا هنستخدمها، او من الايه، السافكسز او البريفكسز اللي احنا هنستخدمها، انتي يعني مضاد. انا عندي انجينا او المريض عنده انجينا، فانا هديله الادويه المضاده للانجينا، هنسميها انتي انجينال. طيب انا عندي ثرومبس، المريض ده عنده ثرومبس، عنده جلطه، فهديله ايه؟ لايسز، معناها تدويب، يعني بدوب حاجه اسمها ايه؟ لايسز. يبقى انا هديله ثرومبوليتيك ثيرابي. يعني ايه؟ يعني الادويه اللي هتدوب الجلطه، يبقى ثرومبوليتيك ايه؟ ثيرابي. الاي سي انهبيتورز اعتبروها مش موجوده، مش هجيبها لكم ابدا، لانه ايه، ده اختصار لانزيمز معينه كده، فاعتبروها مش موجوده. طيب الادويه اللي هي مثلا ايه،
بنستخدمها في حالات الهايبوتنشن الضغط، هنسميها ادرينيرجيك. نعتبر انه برضو كمان دي مش موجوده، لانه ايه لسه لما تاخدوا بقى الادرينالين والادرينيرجيك وكده. احنا من الادويه دي كلها عايزين نعرف ايه، عايزين نعرف الانتي انجينال، ودي حاجه سهله. ليه؟ لان لما اجي اقول لك هي الادويه اللي بنستخدمها في حالات الانجينا بيكتورز اسمها ايه، اكيد يعني اكيد طبيعي ومنطقي جدا ان هيبقى اسمها انتي انجينال. مش عايزه يعني الحاجات الصعبه دي انا مش عايزاكوا ايه، مش عايزاكوا تعرفوها. طيب هنا دلوقتي لما يكون انا عندنا برضو الثرومبوليتيك ثيرابي، عندنا النايتريت. النايتريت دي ايه؟ برضو من الادويه اللي بنستخدمها في علاج الانجينا. لو حد صادف ان هو تعرض لحاله انجينا، بعد الشر عليكم كلكم، والده وعمه وجاره، بنروح بيقول له انت عملت ايه في المستشفى، يقول له حطوا له قرص تحت لسانه. دي ايه؟ دي ادويه النايتريت. معروف كده انه ادويه النايتريت دي هي من اشهر الادويه اللي بتستخدم لعلاج الذبحه الصدريه، بقرص كده يتحط تحت اللسان. يبقى احنا عايزين نعرف ايه من هنا من الجدول ده، عايزين نعرف الانتي انجينال لعلاج الايه، الانجينا بيكتوريز اللي هي الذبحه الصدريه. عايزين نعرف ايه كمان؟ عايزين نعرف الثرومبوليتيك ثيرابي، الادويه اللي بتذوب الايه، الجلطات. عايزين نعرف النايتريتس اللي هي برضو من ضمن الادويه اللي بتعالج الانجينا، اللي هي بتتحط سابلينجوالي. بتتحط ايه؟ سابلينجوالي. يبقى احنا دلوقتي دي الحاجات الثلاثه. ممكن كمان نعرف معاهم الستاتنز. يعني دلوقتي ايه الناس اللي بيبقى عندها تصلب للشرايين، اثروسكليروزس، ده بيبقى ايه نتيجه ايه الاثروسكليروزس دي؟ نتيجه ترسب او ترصيب الدهون، ومينلي مينلي بشكل اساسي الكوليسترول في الاوعيه الدمويه. طب احنا نعالج الحكايه دي بايه؟ ان احنا نديله ادويه تقلل تكوين الكوليسترول. بقى الكوليسترول ده بيتكون في الليفر في الكبد، فاحنا طب ما احنا الكوليسترول ده لما بيزيد بيروح يترسب في جدار الاوعيه الدمويه ويعمل ايه، ويعمل تصلب شرايين. احنا ندي ايه بقى؟ ندي statins. كلمه stat او static معناها يوقف. يبقى ايه؟ يبقى الادويه اللي هتوقف او هتقلل تصنيع الكوليسترول في الكبد نسميها statins. يبقى من الجدول بتاع الفارماكولوجي ده، فارماكولوجي هو علم دراسه الادويه، عايزين نعرف الانتي انجينال والستاتينز والثرومبوليتيك ثيرابي والايه والنايتريتس. بقيه المحاضره البلاد كومبوننتس دي انتوا مش ملزمين بيها، اللي حابب ان هو يعرف ايه هي بقى مكونات البلاد والبلازما والبلاد سيلز والحاجات دي يقراها للمعرفه فقط. لكن احنا مطالبين لحد ايه في الامتحان، لحد بس السلايد اللي هي بتنتهي بالكارديو فاسكولار فارماكولوجي. يعطيكم الف عافيه. معلش هو ما فيش وقت للاسئله لانه المحاضره يعطيك العافيه دكتوره، حتى من وقتها ربع ساعه. يعطيك العافيه دكتوره. ولما بندرس ان شاء الله لو في اي اسئله انا مداومه الاسبوع الجاي ان شاء الله، ممكن تمروا عليا في الساعات المكتبيه. يلا دكتوره العافيه. يعطيكم الف عافيه. يعطيك العافيه دكتوره. يعطيك العافيه دكتوره. حفظ الله، مع السلامه. دكتوره انت مكتبك في اي طابق؟ مكتبي اتنقل للطابق الأرضي مقابل المكتبة. مقابل المكتبة؟ أيوة.